أحلام لوما. حلمت أني أهبط من مكان عالي بواسطة حبل عزباء من تونس. تهبط من مكان عالي بواسطة حبل بعزباء من تونس. يا عزباء من تونس شو الدوري عليه؟ دوري وظيفة؟ دوري شو؟ عموما إذا عندك سفر لخارج تونس، وأغلب الشعب التونسي مرات يحبوا يغيروا الجو وسياحة وهذا، فحاولي انك انت، او اذا حبيت مثلا تبعد عن اهلك لاي سبب من الاسباب، بسبب دراسه او هذا، الحبل هذا هو البقاء على الاتصال والتواصل. اما في حال اذا كان عندك مشكله تحتاجي انك تتنازلي فيها او تتراجعي عنها او تغيري امر قمت فيه، فالحلم يدل بان عليك المساعده. عموما الحبل بالنسبه للانسان هو النجاه، وان نزولك عن هذا الموضوع ده انك لو تنازلتي او ضحيتي بامر لن يتخلى عنك رب العالمين، وسوف يبحث لك من يعينك او يسهل امرك. والله